تأكيد محمد العايش يتفضل الاستلام مقرر الاستفادة أيضا بالزهر. وبمناسبة إحياء الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة المصادفة لأول نوفمبر 1954-1924 تحت شعار نوفمبر المجيد وفاء وتجديد، حيث سيتم تحت إشراف السيد والي الولاية توزيع 3120 وحدة سكنية، فإن لنا محطة جديدة لمواصلة سلسلة توزيعات السكنات بمختلف صيغها وإدخال البهجة والفرح والسرور في قلوب الشعب الجزائري.